لا لا تعقدها. وما زلنا مستمرين في قهوة عساف ومع ضيوف جميلين ورائعين، خلونا نتعرف عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، معاذ القرني. والنعم والله. مالك زود. ترى بيننا صلة قرار. ما شاء الله. ما شاء الله. إيه. فيك ما شاء الله. طيب حاسألك سؤالين جدا جميل ورائع. تفضل. السؤال الأول يا طويل العمر، تخيل أنك سويت حادث لا سمح الله سيارة خويك، إيش تسوي؟ وقتها أنا بخير ولا؟ لا بخير بخير. أكيد راح أعطي خبر. جوالك طافي. جوالي طافي. إيه. أكيد راح يعني استنجد بأحد الموجودين. منطقة مقطوعة. كمان. إيه. يعني في أبراج. غفيت. صقعت بصبة. هننتظر الفرج إن شاء الله من رب العالمين. عطني حل. منطقة مقطوعة. إيه. ما في أبراج. ما في أبراج. ما في جوال. ما في أحد يساعدني. ما في أحد يساعد. تنام السيارة. أكيد حأخذ غفوة إن شاء الله إذا ربي إذا ربي يبرجها إن شاء الله. ما في حل. يعرف تميم، يعرف تميم هذا يعرف. طيب تميم يلا أنت تميم. يلا سؤال، إذا أنت سويت حادث لا سمح الله تمام، إيش تسوي؟ أجري عند الدكتور أعلمه. تروح عند الدكتور؟ إيه. طيب الدكتور مو موجود، إيش تسوي؟ ها؟ الدكتور مو موجود، تروح عند مين؟ عند واحد من الشارع وأقول له. تقول ما في أحد، المكان فاضي. كان فاضي صعب. صعب. طيب نعطيك السؤال الثاني، لو انقطعت عليك المويه في البيت ايش تسوي؟ بقول لك بدق على هذه، بتقول ما في وايتات اكيد. ايوه صح. عطني حل. لا في وايتات، في وانقطعت عني المويه. اي وفي وايت وقت يسمح اني ادق على وايت. والوقت يسمح. طيب اكيد اني راح بدق على وايت اجيب مويه اكيد طبعا. جوال خربان. لا انت كذا بغير الشركه. بغير الشريحه على طول. هو نفس الجوال اللي في الحادث ولا غير؟ لا غير. لا على طول ان شاء الله راح اكيد 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 البيت معي احد فيها، ما راح اكون لحالي ولا؟ ها؟ لا وقتها في الحاله. حالي في البيت كمان؟ جيران طيب؟ في البيت الحالي. الله المستعان. الله المستعان. طب سيارتك؟ ممكن. سوق سيارتي بنزين صح؟ جاهز انا جاهز انا جاهز انا. طيب كلمة أخيرة قبل أختم عند البطل. الله يعطيكم الصحة والعافية والقوة يا رب. قناة المجد قنوات رائعة جدا، ومنذ الطفولة صراحة أنا متابعين لكم. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب. إياك يا رب.